بعد ما كان جمال بيخطف قلوب الناس وقبلهم قلبي، فجأة تحولت وبقى وشها شبه الزومبي، وباظ وشها اللي كان جميل ويخلي أجدع حد في هواها يطب ويميل، وكل ده بسبب عمليات التجميل. والمشكلة إن كل الفنز بتاعها بيأكد إنها مش طبيعية ومش هي البنت الأمورة دي. فتعالوا معايا أعرفكم إيه قصة سارة سلامة مع عمليات التجميل، وهل فعلا اتسببت العمليات دي في تدمير جمالها؟ تابعوا معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة من طقطق. لسلام عليكم. سبحان الله، ابن آدم مش بيملى عينه غير التراب، ولا الوحش عاجبها حلها، ولا حتى الحلوة اللي جمالها يحل من على حبل المشنقة. زي كده سارة سلامة مش عاجبها حالها، ودلسن حال تعليقات كتير قوي على التغيير في ملامح سارة سلامة اللي كل الفانز بتوعها ملاحظينه من فترة طويلة، واللي بيقولوا دايما ان سببه هو عمليات التجميل. وكالعادة سارة بتطلع ترد عليهم وتقول انتوا صح، بس هنكر وانا ما بعملش عمليات تجميل. اليومين دول رجعت تاني صورة سارة سلامة تنتشر على السوشيال ميديا، وركبت الترند بعد كمية القلش والسف والتريقة اللي بتتعرض ليهم، وده بسبب تغيير شكل وشها بعد ظهورها في مجموعة مشاهد بملامح متغيرة جدا في مسلسل نوتة سودة اللي بيتعرض على قناة ام بي سي مصر، لدرجة ان بعض الجمهور علق انها بقت شبه امان حطب الرابع. ظهرت كمان الفنانة سارة سلامة بملامح متغيرة جدا، خلت كل الناس على السوشيال ميديا وبالاخص على جروبات الستات، وطبعا بقى انتوا عارفين اللت والعجن الحريم، خصوصا بعد ما قالوا انها مش رحمة نفسها بسبب الفيلر والبوتكس اللي تسبب في تغيير كبير في ملامح وشها. الغريب بقى ان دي مش المرة الاولى اللي بتتعرض سارة سلامة للتنمر بسبب تغيير ملامح وشها بسبب العمليات، فمن فترة قريبة حصل معها نفس الكلام، وساعتها طلعت سارة وقالت انها مش بتعمل اي عمليات تجميل غير في روحها، وانها مش محتاجة لانها جميلة بطبيعتها. وقالت ساعتها انا عملت عملية تجميل الذات والنفس، وكتبت ربنا يشفي كل نفس مريضة. أكدت كمان ساعتها أن سبب ظهور وشها بملامح مختلفة عشان الفلاتر مش أكتر. سارة سلامة كمان بتقول دلوقتي برضو أنها ما عملتش أي عمليات تجميل في ملامحها من أساسه، وإن ده تغيير في شكلها عادي وطبيعي بحكم السن، لأنها زمان كانت بنت صغيرة وأول ما طلعت، ودلوقتي هي تقدمت في السن وده شيء طبيعي. الفنانة سارة سلامة من مواليد سنة 1992، وهي من أسرة فنية، والدها يبقى الفنان الجميل أحمد سلامة. اشتغلت في بداية مسيرتها الفنية في الإعلانات التجارية لشركة فودافون وبيبسي واتصالات، وبسبب جمالها الشديد دخلت مجال التمثيل اللي كان من سنة 2012 من خلال الدراما التلفزيونية، وعملت دور نقلها نقلة مختلفة اللي كان في مسلسل ابن حلال مع نمبر 1 محمد رمضان. وفي النهاية تفتكروا هل سارة سلامة بتعمل عمليات تجميل فعلا زي ما بيقول جمهورها؟ اكتبوا لنا بقى رأيكم في التعليقات.